بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 79 من كتاب سهل المسالك، نواصل مع باب الزكاة. ل29 من بعد المئة وبعدها غير فروض التزكية، لبونة لكل 40 وحقة تعطى على 50، سن المخاض سنة ثم ادرجي عاما فعاما، والرموز ملحجي، ثم الثلاثون نصاب للبقر فيها تبيع فيها تبيع ابن عامين ذكر، ثم الثلاثون نصاب للبقر فيها تبيع ابن عامين ذكر، مسنة في كل 40 قد بلغت 3 سنين، في 40 ضأن شاة تزكية. 29 من بعد المئة وبعدها غير فروض التزكية، لبونة لكل 40 وحقة تعطى على 50، سن المخاض سنة ثم ادرجي عاما فعاما، والرموز ملحجي، ثم الثلاثون نصاب للبقر فيها تبيع ابن عامين ذكر، مسنة في كل 40 قد بلغت 3 سنين، في 40 ضأن شاة تزكية. الله علم قدر جاه محمد وأنا له فضلا عليه عظيما، في محكم التنزيل قال لخلقه صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة الله وسلامه عليه، رحم الله من دعانا بخير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين، نبي الأنبياء وخاتم المرسلين، وعلى آله وصحابته تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الله عظم قدر جاه محمد صلى الله عليه وسلم وأنا له فضلا عليه عظيما، في محكم التنزيل قال لخلقه صلوا عليه وسلموا تسليما، فتلك مرتبة ما نالها أحد من النبيين في جمع وأفراد أخبارهم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سن المخاض سنة ثم ادرجي عاما فعاما، والرموز ملحجي. نعم، هذا كتاب، هذا الدرس 79 في باب الزكاة، ل29 من بعد المئة وبعدها غير فروض التزكية. هذا قولته هنا ل29 من بعد المئة راجع إلى قول 91 فحقتان، فيعطي حقتين إلى أن تبلغ الإبل 29 بعد المئة. وهنا تفصيل، فإذا إلى 120 فما بين 120 إلى 29، فيخير الفقير بين أن يأخذ ثلاث بنات لبون أو حقتين إن وجدتا عند المزكي أو لم توجدا في إبله، فإن وجد أحدهما دون الآخر تعين على الفقير أخذ ذلك الموجود. نعم، وإذا بلغت الإبل 130 تغير الحال، ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، وهكذا. بعدها غير فروض التزكية، لبونة لكل 40 وحقة تعطى على 50. ثم قال المؤلف مبينا لأسنان ما يخرج في الزكاة، فقال سن المخاض معناها بنت المخاض سنة ودخلت في الثانية عاما، وهذا هو سنة، سن المخاض سنة ثم دروجي عاما، ثم بعد ذلك زيد عاما، فمعناها أن بنت اللبون سنتان ودخلت في الثالثة، وكذلك أيضا بعد ذلك الحقة فهي 3 سنين ودخلت في الرابعة، ثم بعد ذلك الجذعة 4 سنين ودخلت في الخامسة، ثم الثلاثون نصاب للبقر، انتقل من الإبل إلى البقر الرقم الثاني من الأنعام،
نعم، إذا بلغ البقر 30 فإنه تجب فيه الزكاة، قبل ذلك لا تجب فيه الزكاة. إذا بلغ 30 وجب فيه تبيع، والتبيع هو ذو سنتين ودخل في الثالثة، وسمي تبيعا لأنه صار يتبع أمه في السرح، معناها يذهب معها لا يربط مع العجول. وقيل أنه تبيع لأن قرناه تبع أذنيه، معناها طال، أو أذناه تبع قرناه، معناها صار القرنان يعني طويلين. نعم. نعم. وما بعد ذلك إذا بلغ البقر 40 وجبت فيه مسنة، والمسنة هي ذات 3 سنين ودخلت في الرابعة دخولا بينا. وبعد ذلك لا نحتاج إلى كبير مؤونة، فإن كان البقر 60 فإنه يخرج منه تبيعان، وإن كان 70 فإنه يخرج منه مسنة وتبيع، وإن كان البقر 80 فإنه فيه مسنتان كل منهما ذات 3 سنين ودخلت في الرابعة، وإن كان 90 ففيه 3 أتبعة، وإن كان 100 فمعناه فيه يعني تبيعان ومسنة، وإن كان 110 ففيه مسنتان وتبيع، وإن كان 120 يرجع الخيار للفقير، فإن أراد أن يأخذ بالثلاثينات فليأخذ في كل 30 تبيعة، وإن كان أراد أن يأخذ المسنات فليأخذ في كل 40 مسنة، وهكذا. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.